هشام انا عايز اغش بس مفيش حد حد يقول له اي حاجه يا جماعه عشان ساعدوه. خلاص 750 هاخد 750 جنيه هاخد بكلامها. دكتور مصطفى 650 650 جنيه واحب الدقه قوي. سعر المنتج اللي معانا واول متسابق هيلعب معانا هو السعر معانا 559 جنيه يعني اللي معانا اشرف. اشرف هتكسب معانا اشرف ان شاء الله. ناوي تكسب كتير؟ الجايزه الكبرى. الجايزه انت داخل على طمع قوي. مكاوي اول جايزه معانا ايه النهارده؟ جايزتنا يا ادوارد شاشه عرض منزلي 55 بوصه. منبهر انت يا اشرف. طبعا طبعا. مبسوط ب 55 بوصه؟ اكيد. يلا ان شاء الله تكسبها معانا. جاهز تلعب؟ جاهز. ورايا. اشرف انت محظوظ عشان لعبتنا سهله وبسيطه جدا. ايه؟ تمام مش معاك. فهمتها؟ فهمتها انا لسه قلت لك حاجه يا اشرف. داخل حامي انت. عندنا خمس منتجات يا اشرف. ها عايزك تختار منتج واحد فيهم وتقول لي كام واحد منه سعره ما بين 10 و 12 جنيه وان غلطت ليك ثلاث فرص. في اسهل من كده؟ لا سهله. سهله؟ مكاوي قول لنا المنتجات اللي معانا ايه؟ المنتجات اللي معانا دلوقتي كيس خلطه بهارات، حليب المرايا بالشوكولاته 200 مللي، مشروب تروبيكانا فروتس 275 مللي، برطمان مربى، واخر حاجه معانا كيس لوبيا. اشرف اختار المنتج اللي انت نشنت عليه. حليب مراعي. حليب مراعي. المراعي حليب. كم واحد منه اشرف يبقى سعره ما بين 10 و 12 جنيه؟ فكر كده اهو. اربعه منه سعرهم هيبقى ما بين 10 و 12 جنيه؟ متاكد؟ متاكد. تعال نشوف سعره ايه. لا عايز تعرف؟ ايه؟ عايز اعرف. ايوه يلا. سعره هو 3 جنيه 12 جنيه بالظبط. اشرف انت كسبت معانا التلفزيون. الله يبارك فيك. والله اشرف فرحان قوي مش عارف يتكلم قاعد يقول لي والله ما عنده غيرها. مبروك معانا يا اشرف ولسه هتلعب معانا الساقيه وفي جوائز ثانيه. كل ده في ذا برايس از رايت بكام. مكاوي قول لنا المتسابق اللي جاي مين؟ معانا يا ادوارد ميار خالد. واو. ميار بتشتغلي ايه يا ميار؟ لا بدرس. بتدرسي ايه؟ انا في ثانويه عامه. ثانويه عامه؟ تبان اكبر من كده يا ميار. طول بقى طول طول برضه يعني عزوه. جاهزه تلعبي معانا؟ جاهزه ان شاء الله. المنتج اللي معانا ايه يا مكاوي؟ المنتج اللي معانا هو سكوتر للاطفال. ميار سعر السكوتر اللي معانا كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه؟ في حاجة ب 50 جنيه دلوقتي؟ سهر 250 250 جنيه. هشام 200 جنيه 200 جنيه يس. في ثقة في ثقة رينج يعني بتوين. دكتور مصطفى 210
انا احب الدقه في دكتور مصطفى، تحس انه دقيق قوي. 210 واصل. طيب سعر السكوتر اللي معانا هو يا ميار انت قلبك هيقف ليه تكفى؟ رحت عامله كده وخايفه مخضوضه بس. لا مش سعره 399 جنيه واللي كسبانه معانا سحر. مبروك يا سحر. مش متوقع انك هتكسبي معانا؟ لا بصراحه لا. ما عندكيش حظ؟ لا النهارده شكل حظك هيبقى جامد وهتكسبي معانا حاجات كتير ان شاء الله. معانا ايه دلوقتي يا مكاوي؟ الجايزه اللي معانا دلوقتي يا ادوارد لابتوب شاشه 15 بوصه احدث موديل وموبايل مايكروسوفت لوميا موديل 640 XL، كاميرا 13 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل للسيلفي، معالج رباعي النواه وشاشه 5.7 بوصه و1 جيجا رام 8 جيجا ميموري زائد 1 تيرا بايت على وان درايف بشريحتين مع 3G مع واي فاي واخيرا HD ديسبلاي. جاهزه تلعبي؟ اه ان شاء الله. حظك هيبقى جامد يا رب. يلا بينا. سحر. ايوه ازيك يا سحر؟ الحمد لله تمام. اول مره تشتركي في برامج مسابقات؟ اه. احساسك ايه؟ خايف. خايفه؟ طب احنا عايزينك تكسبي معانا بقى اللابتوب والموبايل، ايه رايك؟ والله يا ريت. عايزك تركزي يا سحر. حاضر حاضر. ابوس ايدك ركزي مع من غير بوس ايدين هركز. ركزي خلاص. لعبتنا اسمها الدوبل، فهمتيها؟ لا طبعا. هو انت قلت حاجه عشان افهم؟ بص يا ستي، سعر الموبايل واللابتوب لو جمعناهم على بعض اكيد هيدينا سعر. السعر هيبقى يا ده اللي ايوه كمان. خلاص فهمت. انا اختار بقى السعر. انا قلت لك اختاري السعر. لا أنا لسه هقول لك. انا قلت قبل انت ما تقول. خلاص عارفه اللعبه، تعالي العبيها. طب هتخسري. المهم شفتك كفايه احرجتني. يا رب كسبها يا رب، يا رب تكسب يا رب. عايزينك بقى تفكري كده، ممكن اللابتوب ده يطلع سعره كام والموبايل ده يطلع سعره كام؟ عايزة تروحي تبصي عليهم بصة روحي، ها؟ وفكري كده اهو، هيبقى السعر ده ولا السعر ده؟ طب اوكي، اديني فرصة. اتفضلي. خلوها تاخد وقتها، عشان أنا بصراحة نفسي سحر تكسب. 900. سحر ركزي يا سحر كده ارجوكي. ركزتي؟ اه ركزت خلاص. اني سعر؟ ليه لما جيتي تقولي خفتي؟ 6800. 6800 جنيه هو ده السعر الحاجات دي؟ اه يعني ده خلاص مش عايزينه. هنشوف بقى ايه كسبانه ولا ها. قلقانه قوي صح. السعر هو مبروك. سهر مبروك، كسبتي معانا موبايل ولابتوب ولسه هتكسبي معانا وهتلعبي معانا الساقية. جاهزة للساقية؟ يلا اتفضلي. والله العظيم نيتها صافيه. مكاوي مين المتسابق اللي جاي معانا؟ معانا ادوارد وفاء جمال.
وفاء بتشتغلي يا وفاء؟ سيلز انشورنس. سيلز انشورنس، بنحيي الانشورنس جامد قوي يا جماعه. مكاوي المنتج اللي جاي معانا ايه؟ معانا ادوات مفرمه لحمه جي 3000، موتور 1500 واط. الموتور بيعمل بشكل عكسي، وكمان في خاصيه فرم اللحوم المجمده. السكينه ستانلس ستيل مقدمه من بيتك. وفاء اظن ما فيش اسهل من كده، في علاقه قويه ما بين مفرمه اللحمه والانشورنس. تتوقعي سعرها كام؟ 2100. كام؟ 2100. 2000 ده سؤال ولا جواب؟ لا ده جواب. 2100. هشام I think 1200. I think 1200. اوكي. مصطفى انا عايز الدقه بقى المتناهيه بتاعتك من الاخر. يعني السعر بالظبط؟ بالظبط 1750. مصطفى 1750 جنيه، واموت في الدقه بتاعت مصطفى. ميار تتوقعي الى ها بكام؟ 450. 450 جنيه. ميار تملي بتسترخص قوي، بتسترخص. ايوه بسيطه بقى. السعر اللي معانا هو 1600 جنيه، واللي كسبان معانا هشام. هشام استغربت قوي انت ان انت كسبت. انبهرت. انبهرت؟ اه طبعا. ولسه هتنبهر. بس انا متوقع يعني ان شاء الله. انبهرت بس متوقع. اكسب اللي ورا البيبان دي. كل الحاجات. كل الحاجات دي. معانا هشام منبهر بس متوقع. مكاوي اللي جاي معانا ايه؟ ممكن هشام يكسب 10000 جنيه. يا ريت. يا ريت. حلوين حلوين. حلوين حلوين. والله لو 500 كمان حلوين. مش كده نطلع الاقصر واسوان يعني؟ الاقصر قبل ب 10000 جنيه. الاقصر واسوان اللي انت هتقعد فين؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام كمان؟ سعيد انت يعني فاهم. هاف بورد. هاف بورد طبعا، فود اند بفرج بقى فاهم في كل حاجه. طب يلا جاهز تلعب معانا؟ جاهز يا فندم. يلا بينا. هشام لعبتنا اسمها اللعبه الكبيره، زي الليله الكبيره. يا رب ان شاء الله نكسب. ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله يعني باذن الله. ان شاء الله تكسب ان شاء الله. لعبتنا سهلة وبسيطة يا هشام. عندنا كم منتج؟ 1 2 3 4 5 6، 6 منتجات. اولا انت شايف السعر اللي مكتوب كام دلوقتي؟ 10000. 10000. نفسك تكسب ال 10000 جنيه؟ طبعا تكسب 10000 جنيه. بص يا سيدي، الست منتجات دول هتختار ليك منهم اربع فرص. اربع فرص. ها هتقول كل واحد سعره هيبقى اقل من السعر اللي مكتوب هنا هو اللي هنشوفه دلوقتي، اللي هو 4 جنيه. واخد بالك؟ هتختار اربع منتجات سعرهم اقل من 4 جنيه، وكل مره هتقول صح ال 10000 جنيه دي هتشال، وهيبقى في رقم واحد بس هنزود صفر. يعني اول مره هتكسب هتكسب 10 جنيه، تاني مره هتكسب هتكسب 100 جنيه، بعد كده 1000 جنيه لحد 10000 جنيه، كل مره هنزود لك صفر. ايوه. شكرا. شكرا. مع السلامة. فهمت؟ ايوه فهمت. فهمت يا هشام. طيب نعرف من مكاوي دلوقتي المنتجات اللي معانا ايه؟ المنتجات اللي معانا هي لبان ترايدت بطيخ، مولتو دبل اكس لارج، شوكولاتة كاتبري بالبندق 24 جرام من اجود المكونات والحليب الطازج، كيس سكر، ومعانا كمان شوكولاتة كاتبري جيلي بابين كاندي 38 جرام، اختراعات تجنن من الجيلي والبونبوني اللي بيفرقع في البق، لبن كل يوم 450 ملي. ايه؟ كويس كويس جدا جدا. كويس، انت راجل فود اند بفرج يعني عارف مفروض اسعار الحاجات دي كلها ايه. فانا ايه وات؟ اي ثينك سو يعني. ايه ده انجليزي؟ يعني بات اي ثينك سو. يو دونت نو بات اي ثينك سو. طيب يا حبيبي بص بقى دلوقتي، اختار لنا اول منتج يكون سعره اقل من 4 جنيه. انت هترجع. اللبان. اللبان. اول حاجه قال اللبان الترايدنت هيكون سعره اقل من 4 جنيه. نعم. متاكد؟ I'm sure. He is sure.
then we gonna see if he sure or not. 2 جنيه ونص كده انت كسبان معانا اول صفر. هنزود لك الصفر دلوقتي حالا. كده انت كسبان معانا 10 جنيه. حلو حلو رضا حمد. بص مو ايه المواصلات يعني. مواصلات ايه اللي هتاخدها ب10 جنيه ده؟ انت عشان تروح من هنا بقى حته هتصرف اكتر من كده. هشام الجمهور امله فيك كبير، ان شاء الله نزود صفر كمان. ايه اي هوب. اوكي يلا يا هشام ولنا تاني منتج سعره اقل من 4 جنيه. شوكولاته كبري بندق. شوكولاته كادبري بالبندق سعرها اقل من 4 جنيه. اللي انا اعرفه ان الكادبري يعني شوكولاته حلوه قوي والناس كلها بتشتريها. متاكد؟ متاكد. يبقى السعر التاني معانا المفروض، خليك هنا عشان خليك هنا، اللي المفروض يطلع اقل من 4 جنيه شوكولاته كادبري بالبندق سعرها هو. متحمس انت يا هشام؟ ايوه معاك انا. سعرها هو 2 جنيه. كده يا هشام انت كسبان معانا صفر كمان، يعني هتبقى كسبان معانا 100 جنيه نزود له صفر. 100 جنيه. حلو حلو حلو. معاك 100 جنيه اهدي بقى، ممكن تروح بيها لو عايز. تاكسي، هاخد تاكسي واروح بيها. تاكسي ب 100 جنيه؟ حلو قوي. ليموزين. ليموزين اوكي. هشام عسل عسل عسل. ايه المنتج الثالث يا هشام اللي سعره اقل من 4 جنيه؟ غش منهم زي ما انت عايز. المولتو. المولتو سعره اقل من 4 جنيه. انا بحب المولتو قوي، بس يا ترى سعره كام؟ ايه؟ وانا كمان بحبه جدا. تاكل مولتو؟ ابو جنيه واتنين، يعني انت عارف اسعاره. سعره معانا 2 جنيه. برافو عليك. شكرا. مبروك يا هشام، تالت منتج صح وكسبت معانا صفر، يعني انت كسبان معانا 1000 جنيه. كده انا هاجر عربيه مرسيدس. كده عايز تأجر عربية مرسيدس وتروح؟ كده لا مرسيدس واروح بقى. هو انت هشام جاي ماشي ولا ايه؟ جاي عشان اروح. طب بص يا هشام، دلوقتي انت كسبان 1000 جنيه، عايز تكتفي بيهم وتروح زي ما انت عايز، ولا تلعب معانا على 10000 جنيه؟ العب على 100000 جنيه كمان. طب ال 10000 جنيه خد بالك، لو لعبت عليها، لو لعبت عليها اللي جايه دي وخسرت هتخسر كل حاجه. اوكي مش فارق معاك حد. لا 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 لا، ده راجل فييز. طب يلا يا هشام اختار منتج الرابع اللي معانا اللي اقل من 1000 جنيه. اقل من 4 جنيه. اعتقد انا مش سامع حاجه منه. اقل من 4 جنيه. بودي. الشوكولاتة دي كادبري جيلي. ممكن اغير يعني؟ انت لسه ما قلتش، قول اهو اختار. اللبن. لبن كل يوم. ودي اخر فرصة عشان يكسب العشر تلاف جنيه. مبروك يا هشام، كسب معانا العشر تلاف جنيه. ده كده هشام هيروح بطيارة، هيأجر طيارة يروح بيها. برضو نشوف السعرين التانيين اللي معانا ايه. كيس سكر كان ب6 جنيه، كان هيخسر لو كان اختاره. والشوكولاتة الكادبري جيلي سعرها 5 جنيه، كان هيخسر معانا.
لكن حظه حلو معانا وكسب 10,000 جنيه في The Price is Right. بكام؟ ولسه هيلعب معانا في الساقية وإن شاء الله يكسب كمان معانا. مبروك يا شاب. محمد انت ليه بتسلم على الناس كده؟ حسستني انت مسافر مش عارف طلع الخليج بقى عشان ما كنتش متوقع ان انا اطلع. جاهز يا محمد؟ جاهز. بتشتغل يا محمد؟ في السياحة. في السياحة؟ اي حاجة في السياحة ولا حاجة؟ لا في سياحة الجولف. سياحة الايه؟ الجولف. الجولف. انا احب بقى ايه الناس الشياكة دي. جاهز تلعب معانا؟ جاهز. مكاوي المنتج اللي جاي معانا ايه؟ معانا مايكرويف بيلت ان أريستن 20 لتر، 6 مستويات مختلفة للحرارة، 5 برامج مختلفة للطهي، وكمان في نظام أمان للأطفال، ستانلس ستيل مقدم من بيتك. محمد تفتكر المايكرويف ده بكام؟ ها؟ بكام؟ يعني بكام؟ 2500. 2500 جنيه. الدكتور الدقيق معانا قوي اللي بيبص بصة يعني كده ولا مستر إكس. يعني هنسيبها على الله مش بالدقة. 1900. 1900 جنيه. طبعا ما يرضى تشتريه ب 70 جنيه. لا كام يا ميار؟ 1850. 1850 جنيه. وفاء. 1500. 1500 جنيه. سعر المايكرويف اللي معانا والمتسابق اللي هيخش دلوقتي سعرها 2199 جنيه واللي كسبان معانا دكتور مصطفى. والله كنت حاسس الدقة أهم حاجة. كنت حاسس يا دكتور والله مع إني كنت شاكك. وأنا كمان والله. قلنا على الله فجت ما جاتش. بس معانا اهم حاجه انت لون عينك حلوه يا دكتور. اخضر مش عارف لون التيشيرت كده. انا بحب اطلع زي سحليه انت يعني عينك التيشيرت الحربايه. صح. بكاوي اللي جاي معانا ايه يا ادوارد؟ الدكتور ممكن يكسب لحد 25,000 جنيه كاش. 25 بالظبط. 25 بالظبط ولا في سنه تحت او سنه فوق؟ 25,000 جنيه ان شاء الله هتكسبهم. حلوين حلوين بالظبط. يبقى اوكي. جاهز تلعب معانا يا دكتور؟ ورايا نبي ظهري بقى اعمل لي تدليك كده. مصطفى اهلا بيك في ضربه معلم. اهلا بيك. طيب عشان تكسب ال 25,000 جنيه دول لازم تلعب معانا لعبة ضربة معلم. بص يا سيدي عندك دلوقتي 4 منتجات. تمام. مفروض ان الاربع منتجات دول باربع فرص هتاخدهم. كل فرصة هتديك ان انت تقدر تخبط في البتاع ديا وتطلع بمبلغ لحد ما توصل لل 25,000 ان شاء الله. طيب دلوقتي هنظهر لك سعر لكل واحد في الحاجات دي. مفروض تقول السعر اللي هيظهر لك ده اعلى ولا اقل من سعره الحقيقي. تمام فهم. تمام. نشوف اول منتج معانا ايه. مكاوي معانا ادوارد جهاز تليفون ارضي. جهاز تليفون ارضي لاسلكي. لاسلكي. ايوه انا احب الدقة برضو. نشوف سعره كام يا اميرة. 500 جنيه. 500 جنيه. قول لنا ال 500 جنيه ده اعلى من السعر بتاعه ولا اقل من السعر بتاعه؟ اعلى. اعلى. طالما قالوا اعلى يبقى هو اعلى. يبقى هو اعلى. نبص سعره الحقيقي كام؟ اعلى.
مبروك يا مصطفى. شكرا. هم قالوا اعلى كده. معاك فرصه تخبط هنا اهو في البتاع دي. ها يا مصطفى ما تركز معاه انت، ما ركز مع الناس. قالوا اعلى. اه فانا لازم. طب ان شاء الله هيخسروك ان شاء الله في الثلاثه اللي جايين. تاني منتج معانا ايه يا مكاوي؟ فازة ورد. فازة ورد؟ اه. قول لنا بقى، ها اميرك شوف لنا السعر اللي عندنا. 300 جنيه. قالوا اعلى يبقى اقل. وعشان ما نعلى ما نعلى ما نعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي، عشان ما نعلى ما نعلى ما نعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. يعني انت عايز اعلى؟ لا يعني اعلى ولا اقل؟ اقل اقل. نبص السعر كده يا اميرة. برافو عليك كده، معاك فرصتين يا مصطفى. نخش على المنتج الثالث. مكاوي كشاف نور كبير. كشاف نور كبير. النور بيقطع عندنا كتير فمحتاجين الكشاف ده معانا. وليلنا يا مي بقى سعره ايه؟ 245 جنيه. ال 245 جنيه دي ها اعلى ولا اقل من سعره الحقيقي؟ إجابة واحدة وبمنتهى الدقة. أيوة. أقل. سعره أقل من 245 جنيه. آه. آه. نشوف سعره يا مي. أقل. مصطفى أنت كسبان معانا ثلاث فرص لحد دلوقتي. آه آه. دراع وجعنا يا مصطفى، دراع وجعنا. آه. دكتور علاج طبيعي ممتاز. قلنا الاجهاد مش مطلوب. اه صح صح. اهو هقف اهو مش هتحرك. يلا نشوف اخر منتج معانا يا مكاوي. غطا سرير. فين السرير؟ انت كمان عايز السرير. مي قولي لنا السعر اللي عندك كام؟ 320 جنيه. يا ترى ال 320 جنيه ده اعلى من السعر ولا اقل من السعر؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. ايه لازم نستشير الناس برضو. ما انت بتستشيرت ناس قبل كده وغيرت رايك. لا ما ده موقف وده موقف. طب يلا خلص يا حبيبي، خلص خلص يا باشا. يعني السعر ده أقل. أقل. ورينا يا مي. خسرت يا مصطفى. علاج طبيعي. بس ده ما يمنعش إن أنت عندك ثلاث فرص. عندك ثلاثة بانش تضرب أي حاجة، عندك تضرب أي ثلاثة من الحاجات دي. ها. عندك فرصة واحدة من دول، يعني واحدة من البانش دول فيها 25,000 جنيه. عندك اثنين من دول فيهم 10,000 جنيه. عندك 4 من دول فيهم 5,000 جنيه. وعندك 8 من دول فيهم 2500، 10 فيهم 1000، 10 فيهم 500، 10 فيهم 250، 5 فيهم 100. عايزك تخبط لي 3 بقى ابو 100. طب حقنايا. يلا اخبط لنا اول واحدة كده. اخبط بس، اخبط بس. ايوه بس كده، شكرا. مصطفى خبط الخبطة التانية. ركز لي بقى قوي في الخبطة التالتة عشان دي بقى اللي هتخلص. ها اوكي، يبقى عندنا واحد اتنين تلاتة. تعال نشوف بقى مصطفى كسبت معانا كام. 300. هو ده هدفك في الحياه؟ يعني اكيد، بس ربنا يستر. اول واحده هنمد ايدينا. اي عايز ايه يا مصطفى؟
تفضل مكانك، تفضل مكانك. أول خبطة يا مصطفى أنت كسبت معانا. كسب معانا من أول خبطة 5000 جنيه. إذا كانت البداية 5000 جنيه، الخبطتين التانيين دول هيطلعوا كام؟ قول لي دلوقتي ال 5000 جنيه دول هتكتفي بيهم؟ ما انا خبطت الخبطتين التانيين. اه ما هو بص يا حبيبي بقى، من الرولز بتاعتنا، يا تاخد دي يا نرميها ونبص على الخبطه التانيه. لا ما بيتجمعوش يا حبيبي، تصدقت ولا ايه؟ يعني يا تاخد ال 5000 جنيه دول وتروح ونطلع بينا، نطلع مع بعض على الساقيه، يا اما نبص ممكن الخبطتين التانيين واحدة يطلع فيها 10000 جنيه وممكن يطلع فيها 25000 جنيه. نسألهم بقى، يلا ادوله رأيكم. خدها خدها. ايه استفتاء؟ انا لو منك اجازف. لو منك؟ انا لو منك يعني انا جاي البرنامج ده كله وذا برايس از رايت وبكام واطلع لي بخمس بواكي. انا مش هتقطع من هنا الا ما اطلع لي بال 25 باكو. خد قرارك. يعني احنا عشرة عمر دلوقتي، هسيبك وامشي. لازم اكمل. تكمل. يبقى دي هنرميها. رميناها. نعمل ايه؟ تخيلوا يطلع اقل من 5000 جنيه، ما منظر وحش. منظر وحش والطمع بقى يا لهوي. اديتكم كل الرياكشنات في لحظه. مصطفى احب اقول لك يا ريتك يا ريتك احتفظت بال 5000 جنيه. 1000 جنيه تسيب النعمه تترمي كده قدامك، تاخد ال 1000 جنيه وتخش على الساقيه، ولا تاخد الاوبشن الثالث؟ رمينا الخمسه. اوكي ما انت ممكن يطلع لك 100 جنيه في الاخر تقعد تعيط. اها اخر امل عند مصطفى، قلت له خد ال 5000 جنيه ما صدقنيش. مين ده؟ سيبه. اخر امل عندك سيبه للذكرى. هما ال 300 جايين كلهم هنا. يا ريت يا ريتك خدت ال 1000 جنيه. ال 1000 جنيه في 10 جنيه؟ لا اقل حاجه 100 جنيه. هاتها بقى. هاتها هات. لا 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 لا. انت كسبت معانا؟ ايوه. مالك؟ 50 500 جنيه. وده يثبت لنا الطمع قال ما جمع. كان عندك 5 بواكي لازم تسمع كلامي وتقولي انا هكمل هكمل. اديك كملت يا اخويا، اديك كملت. اخرك ال 500 جنيه دول بس، انت ليك تلعب معانا في الساقيه وجايز تكسب اكتر واكتر. ها وتخش على الجائزه الكبرى. ها جاهز على الساقيه؟ يعني احنا كنا جاهزين هنا مش هبقى. الحقني. ودلوقتي جه ميعادنا مع الساقيه. جاهزين؟ انتوا طبعا ضيوفنا المحظوظين النهارده، فان شاء الله في واحد فيكم هيكسب معانا يخش على الجائزه الكبرى. ركزوا معايا بقى، الساقية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هتلف البتاعة دي لفة كاملة، لازم المية دي تعدي مرة. لو جبت مية هتاخد 1000 جنيه على طول. نفترض ان انت ما جبتش المية، جبت مثلا 40، من حقك تلعب مرة كمان تجيب بيها بقى 50 30. المهم ان انت ايه؟
جبت وبقريب من 100 مش بعد ال 100. نفترض بس ان انت جبت 80، ممكن تقول انا مش عايز العب تاني، انا مكتفي بال 80 دول، وتستنى جاي زمايلك يجيبوا اقل منك فتكسب. فهمتوا اللعبه بتاعتنا؟ بس اهم حاجه ايه؟ لازم تلف، لا يا لازم 100 دي تعدي مرتين. خلاص؟ جاهزين؟ نبتدي بمصطفى؟ اكيد. مصطفى انت بتاع علاج طبيعي يعني، عايز ليك اكيد ماسكه صح؟ هتمسكها فهتعرف ها وتجيب ال 100 من. انا نفسي تكسب عشان انت الوحيد اللي كسبان 500 جنيه، مع انت كنت طماع شويه. انا برضه. ده انا يعني حاضر. انا اللي ورطته. انا اديته نصيحه. أكيد. هو راجل قال لك 25,000 جنيه، مش هاخد 5,000 جنيه. طلع له ب 500 جنيه. اهو الناس دي كلها شاهده، صح ولا مش صح؟ صح. ظلمه. يلا مصطفى يلا، عايزك تمسكها بقى كده وروح منزلها. صوت. 1 2 3 جامد. عدت المية فانت كده تمام. ها ها يلا يلا. ايوه عارف، لو كانت جت على 90 كنت هنبسط لك قوي، كنتش هتبقى محتاج تلعب تاني. بس الحمد لله ما جتش على 90. طيب تلعب كمان مرة عشان تزود رقمك؟ ماشي نلعب. يلا مرة كمان، انت كده 25. يلا جامد. ياه تعال اقف كده بقى. ادينا ال 25 تمام. ايوه ايوه كنا عايزين 75 دي. ياه يا حلاوة. انا ظابط نفسي، انا بحب اظبط الاداء بتاعي. انت كده 25 و25 يعني كام؟ 50 50. والله ممكن الناس يجيبوا اقل منك، وقف هنا لحد ما نشوف. بس خد بالك لو حد جاب اكتر منك هتبقى انت ايه؟ اكيد خسران. وخسران بيعمل ايه؟ هاي اروح معاك بقى. لا شايف الباب اللي هناك ده؟ اطلع منه. تاخد بعضك بقى وتتكل على الله. و500 جنيه ايه؟ ما انت كسبان 500 جنيه تاخد بيهم مواصلاتك بقى يعني. تمام انا هنا. اتفضل اتفضل. سحر ويا خوفي من كلمه سحر. ليه كده؟ سحر انا عايزك بكل قوه وشده، لازم ال 25 دي تعدي مره كامله، لو عملتيها لي كده اهو مش محسوبه. حاضر. جامد. يلا سحر كلنا نشجع سحر. جامد. يلا جامد يا سحر، انت كنت هتقع على الارض. ها 15 يا سحر. اعمل ايه؟ عندك محاولة تانية، ممكن تجيبي 85 تجيبي ال 100. اوكي يلا، بس جامد بقى المرة دي. تقيلة أكيد تقيلة. أنا يلا ها و خمستاشر وخمسة وتلاتين يبقوا كام؟ بقول الباب اللي بره ده. 50. انت جايبه زي مصطفى، فريحي جنبه شويه لحد ما تشوف. لو حد جاب 60 هتبقى بنتي ومصطفى فين؟ الباب اللي بقى بالظبط كده. تعالوا كده. هشام معتمد عليك. على الله كله. على الله ان شاء الله. انا معتمد، حاسس ان انت هتجيب ال 100 من اول مره. انا بقالي كتير بتدرب بشيل حديد عشان خاطر اعمل الحاجات انت بتشيل حديد؟ باين على جسمك. حتى جسمك 7 من ورا. لا ده 8. يلا جاهز نعدي ال 35 مرة. يلا 1 2 3 اثبت. يا مساهد يا خسارة. كويس. عارف انت عملت ايه دلوقتي؟ عملت ايه؟ في 2 زمايلنا طاروا. معلش بقى انا حبايبي، بس هعمل لهم ايه يعني؟ هشام انت دلوقتي جبت 60. ايوه.
انت ممكن تقول انا مكتفي وتطلع الناس الغلابه دول بره. بص الدمعه الدمعه تفر من عينيهم لو طلعوا. يا اما تعمل محاوله تجيب بيهم 40 وتكسب هشام. أيوة. وتاخد الجايزه الكبرى على طول. تحب تلعب تاني ولا تكتفي بال60؟ العب تاني. نسقف له سقفه جامده جدا ان هو ممكن يجيب 40 وممكن يجيب 30، يعني يبقى برضه نسبته كبيره في الجائزه الكبرى. اتفضل يا هشام. 1 2 3. انت كده جبت كام؟ 65. 65. يبقى في 2 اصحابنا يروحوا فين؟ مصطفى صحر الباب بقى اللي هناك كده على تليفونات. ها ونشوفكم ان شاء الله صدفه في اشاره. وقف معانا بقى يا هشام. اشرف اهلا. اهلا بيك. عايزينك تعدي ال 65 يا رب ان شاء الله. عايزين هشام يحصل الناس رب ان شاء الله. مهم انت اللي ما تحصلهمش. يلا اشرف عايزين لفه جامده وتعدي الخمسه دي مرتين. يلا تعالى جنبي هنا كده بقى. ده شكله هجيب المية. عندي احساس انه هجيب المية مش عارف ليه. ها جايه المية. جايه المية. جايه المية. جايه والله. اهي اهي اهي. والله كان عندي احساس. لازم ارقص. اشرف اشرف كسب معانا 1000 جنيه. هشام باي باي يا حبيب. صدفة في إشارة إن شاء الله. ها أشرف إحنا هنديك فرصة تانية إن أنت لو جبت 100 تاني هتاخد 10,000 جنيه. بص أنت معانا كده ولا كده في الجائزة الكبرى. وهنديك أوبشن تالت إن أنت هنخليها كده على 5 عشان تلف لفة كاملة. لو جبت 5 أو جبت 15 ليك 5,000 جنيه. ايه رايك؟ ممكن اجرب. المهم الجايزه كده. وانت اوريدي معاك 1000 جنيه عشان جبت 100 من اول مره. يعني ممكن تجيب 10 يبقى معاك 11، ممكن تجيب 5 يبقى معاك 6000 جنيه وداخل معانا الجايزه الكبرى. تمام ماشي اجرب. ايه؟ جرب ماشي. ما انت هتجرب. امال مين اللي هيجرب؟ انا اللي هجرب. جاهز؟ جاهز اهو. نشجعه بقى. انا حاسس انه هيجيب ال 100 تاني. يلا. جايه شكلها جايه شكلها جايه. اشرف ده فظيع. اشرف كسب معانا 5000 جنيه في ذا برايس از رايت. بكام كده؟ اشرف ليه 6000 جنيه وداخل معانا في الجائزه الكبرى. يلا بينا على الجائزة الكبرى. يلا. دايما 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 كسبان في ذا برايس از رايت. بكام؟ اشرف انت وصلت معانا للشو كيس او الجايزة الكبرى. الجايزة الكبرى دي ان شاء الله تكون من حقك. نعرف من مكاوي جايزتنا ايه. معانا يا ادوارد عربية اوتوماتيك 1200 سي سي. ومعانا
كمان بوتاجاز أريستن 90 سنتي 5 شعلة شعلة ثلاثية اللهب فرن شوية غاز شوية منفصلة ستانلس ستيل مقدم من بيتك. ومعانا كمان دي فريزر أريستن 7 درج تحكم إلكتروني نو فروست لونه ستانلس ستيل مقدم من بيتك. شايفك يعني كم حاجة؟ حاجات كتير قوي. عجبتك الحاجات دي؟ اه طبعا. عاوز تكسبها أشرف؟ ان شاء الله. ان شاء الله هتكسبها. بص يا سيدي، احنا دلوقتي عندنا راندم ارقام، هتلف الارقام دي، انت هتقوم دايس على البتاع الحمرة دي لحد ما هيقف على رقم. الرقم ده هو الرينج اللي هتلعب فيه من تحت في مجموع سعر الحاجات دي. يعني الحاجات دي لو طلعت بخمسين ألف جنيه وطلع الرقم هنا هو مثلا 5000 جنيه، يعني انت عندك رينج من 45 لـ50. قلت 50.5 هتطلع بره، قلت 44.5 هتطلع بره، لكن رينجك من 45 لـ50. بنقول ده المثل. خلاص نشوف الراندم معانا. ها يلا دوس. 4000 جنيه. تمام حلو ده، وده ريسك عالي. يعني 4000 جنيه يبقى عندك في وسط الارقام دي، فده ريسك عالي. تمام 100 100. تمام جاهز تلعب؟ جاهز ان شاء الله. خش على الجائزه الكبرى يا اشرف. اتفضل. على مهلك يا حبيبي. جاهز يا اشرف؟ جاهز. نقول لك تاني من مكاوي الجائزه بتاعتنا ايه علشان برضو تبقى عارف التفاصيل. جوائزنا ادوارد هي عربيه اوتوماتيك 1200 سي سي، ومعانا كمان بوتاجاز أريستن 90 سنتي 5 شعلة شعلة ثلاثية اللهب فرن شواية غاز شواية منفصلة ستانلس ستيل مقدم من بيتك. ومعانا كمان ديب فريزر أريستن 7 درج تحكم إلكتروني نفرس ستانلس ستيل مقدم من بيتك. تمام؟ تمام. جاهز؟ جاهز. تتوقع بقى سعر الحاجات دي كام؟ فكر بتريس بتريس وكلنا مستنيين يا اشرف. قال لك اعلى يا اشرف، اعلى يا اشرف، خد بالك يا اشرف، دي الجايزه الكبرى، الجايزه الكبرى. اديني سعر بقى يا اشرف للحاجات دي. 114. 114. 114 ألف جنيه. ده اخر كلام؟ اخر كلام. اخر كلام يا اشرف؟ اخر كلام. اشرف قال 114 ألف جنيه، ونشوف الجايزه الكبرى معانا سعرها كام. الجائزة الكبرى اللي معانا 12. اعصابي اكتر من كده. اعصابك باظت اكيد. طب هتعمل ايه لو خسرت؟ هطلع من الباب ده. يعني عارف؟ عارف. اه اشرف ايه، اطلع ولا ايه؟ اشرف مش عارف. الجائزة بتاعتنا سعرها 117,148، وفي الرينج اللي انت قلته، وانت كسبت معايا الجائزة الكبرى. انت على العربية بتاعتك بسرعة. مبروك. أول واحد يكسب معانا في ذا برايس از رايت بكام؟ الجائزة الكبرى. يا اشرف هتركب عربيه. مبسوط؟
اكيد طبعا. ما ينفعش ما بقاش مبسوط. انت كسبت مش بس العربية، كل حاجات. تمام. بص كمان بقيت الحاجات اللي انت كسبتها. انت اتجهزت يا اشرف خلاص. اللي عاوزه تتجوز اشرف، اللي عاوزه تتجوز اشرف، اشرف جاهز مع عربيه وبوتاجاز وتلاجه. اشرف كسب معانا في The Price is Right بكام؟ مبروك. كانت حلقة قوية وكانت حلقة جامدة جدا جدا، وكلها ناس محظوظين في The Price is Right بكام. ونشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة أكبر. وانتوا كمان من حقكم تشاركوا معانا، اتصلوا بينا على الرقم اللي موجود عندكم في الشاشة وقولوا سعر المنتج اللي معانا كام، وهتكسبوا معانا جوائز كتير في The Price is Right بكام.